اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجوله جديده في عالم الصحافه المحليه والعربيه والعالميه صادره صباح اليوم، ونبدا من صحيفه الاخبار. الرئيس وقرنته يشهدان احتفاليه المراه المصريه وتكريم الام المثاليه. السيسي للمراه المصريه: انت البطله في نجاح سياسات الدوله. حياه كريمه دعمت السيدات و200 مليار جنيه لتطوير الريف. تكليفات من الرئيس للبنك المركزي بتوفير تدابير ماليه لتمكين المراه اقتصاديا. من صحيفة الأهرام: السيسي: قانون لمنع زواج الأطفال والأحوال الشخصية سيخرج متوازنا. تمكين المرأة وتحسين مشاركتها في المراكز القيادية والحد من ظاهرة الغارمات. الشيوخ يوافق على تعديلات قانون العقوبات. مع بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة للأردن ومصر تستعدان لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي. من المصري اليوم: الحكومة تناقش الأحزاب في اشتراطات وضوابط البناء الحديث. مجلس الوزراء: الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم أداء أمام الدولار في 4 سنوات. تحذير رسمي لكبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من الأماكن المكشوفة، ونشاط للرياح على الجنوب وفترات وتستمر حتى نهاية اليوم. من الجمهورية الخارجية: تهيب بالمواطنين عدم اللجوء للهجرة غير الشرعية. وزير التنمية المحلية خلال تفقده للمبنى الوزارة بالحي الحكومي على العاصمة الإدارية نقلة حضارية كبرى والانتقال إليها عصر جديد متطور قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات البدري، يعلن الطوارئ في الفراعنة. أهلا بكم من جديد، وقفتنا مع أبرز ما جاءت به الصحف العربية، والبداية من الشرق الأوسط. تأكيد خليجي على حل يمني وفقا للمرجعيات. قانون النظام تدمر مستشفى في ريف حلب، تدمر مستشفى في ريف حلب. إيران خططت لمهاجمات قاعدة وقتل جنرال في أمريكا. أنظار اللبنانيين الاجتماع 18 في بعبدة اليوم بين عون والحريري. من صحيفة الخليج الإماراتية: تفاؤل بسيطرة أوروبية قريبة على الوباء. التحالف يدق مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة. حراك لبناني مكثف قبل لقاء عون والحريري. إسرائيل تسحب بطاقة الفي آي بي من وزير الخارجية الفلسطينية. من الرأي الكويتية: الاستخبارات الأمريكية اعترضت اتصالات إيرانية ناقشت استهداف قاعدة عسكرية في واشنطن. السيسي يعتبر المرأة ضمير الأمة. لبنان في مرمى 2 من الاختبارات. أسعد بن طارق والمقداد يستعرضان العلاقات العمانية السورية. من الدستور الأردنية: لقاء أردني مصري يبحث تنفيذ قرارات إعفاء صادرات الأردن من رسوم قناة السويس. التهيئة لإقامة صناعات مشتركة بالعقبة الاقتصادية الخاصة. صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى، والاحتلال يواصل اعتقال 12 فلسطينيا ويواجهن أبشع أنواع التعذيب. أهلا بكم جديد إلى الصحف العالمية، والبداية من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. جو بايدن يعتزم زيارة الحدود مع المكسيك. مسؤول أمريكي بوزارة العدل يؤكد أن هناك أدلة تبرر توجيه اتهام العصيان في هجوم الكابيتول، مقتل 4 مسلحين في مواجهات مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير. من صحيفة الجاردن البريطانية: إصابة شرطيين وإضرام النار في سيارتين في احتجاج عنيف في إنجلترا. وزير الخارجية الروسي يصل إلى الصين لبحث تنسيق العمل المشترك بين البلدين. ألمانيا تستعد لفرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا. نقرأ من صحيفة ليموند الفرنسية: وزير دفاع بريطانيا يحذر من محاولة الاتحاد الأوروبي منع صادرات لقاح كورونا إلى بلاده. زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الأمريكي إلى أفغانستان قبيل موعد سحب قوات بلاده. فرنسا تنقذ 72 مهاجرا خلال محاولتهم عبور بحر المانشا. من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: وزير خارجية إيطاليا يبحث التعاون الاقتصادي والهجرة مع الدبيبة في طرابلس. خامنئي يجدد اشتراط رفع العقوبات للعودة إلى التزام الاتفاق نووي حول طهران. وترامب يعتزم إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي في غضون شهرين. إلى أبرز التصريحات التي جاءت في صحف اليوم، ونطالع من الأهرام.
الرئيس السيسي خلال مشاركته في الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية. حياة كريمة توفر سكناً لائقاً للأسر في 1500 قرية. محافظ البنك المركزي طارق عامر: الاحتياط النقدي الأجنبي قوي ومتين. من صحيفة الشرق الأوسط: البطريرك الماروني بشارة الراعي للرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف الحريري، اقلب الطاولة على المعرقلين. نقرأ من واشنطن بوست الأمريكية: الرئيس الأمريكي جو بايدن لابد من إصلاح القوانين من أجل القضاء على التمييز العنصري. بعيدا عن السياسة، نقرأ من اليوم السابع: اتباع حمية الكيتون يساعد على ضبط الإنسولين لمرضى السكري. حيث أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الطبية أن مرض السكري من النوع الثاني الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، تبين أن اتباع نظام الكيتون يساهم في ضبط مستوياته. ووجد أن الكيتون يعد أكثر الطرق الصحية لتناول الطعام لأنه يعمل على تكسير الدهون للحصول على الطاقة. من اللواء اللبنانية: احتفال توزيع جوائز الأوسكار سيقام حضوريا وبملابس السهرة. لن يتسلم الفائزون بالأوسكار هذه السنة عبر تطبيق زوم وهم يرتدون ملابس الجينز، ولم يكتفوا بالتعبير عن تأثرهم افتراضيا، إذ أن احتفال توزيع الجوائز الذي تم تأجيله لل 25 من إبريل المقبل بسبب الجائحة سيقام حضوريا مع تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية. نقرأ من صحيفة ديلي ميل البريطانية: ذكرت دراسة حديثة أن الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة في عام 2019 و20 تسببت بانبعاثات دخانية للغلاف الجوي الطبقي بلغت كميتها مستوى قريب من ذلك الناجم عن ثوران بركان جبل بيانتوبو في عام 91 في الفلبين، ثاني أكبر ثوران بركاني في القرن العشرين. ختام هذه الجولة الصحفية، نشكر لكم طيب المتابعة. يتجدد اللقاء بإذن الله على رأس الساعة في مخزن إخباري. إلى اللقاء من جديد.